أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1,100,000 ليبية في حاجة لمساعدات إنسانية. وأوضح بيان للمفوضية أن المساعدات الإنسانية ستوجه إلى نازحين ولاجئين، إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد، مشيرة إلى أن المنظمة في حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.